الله معكم، بدعيكم اليوم تفكروا بهالحقيقة. انت وماشي بالطريق وكان الطقس مشمس، اذا كانت الشمس فوقك اكيد الخيال رح بيكون تحتك، واذا كانت الشمس قدامك خيالك بيركض وراك، واذا كانت الشمس وراك خيالك بيسبقك، اذا كانت الشمس بعيدة خيالك بيكون كبير، وإذا كانت قريبة خيالك بيكون صغير. الشمس بترمز لنور الرب، والخيال هو العالم وهمومه وأحزانه. إذا حطيت الرب فوقك العالم كله وهمومه بصير تحت إجريك، وإذا الرب كان قدامك صار العالم وهمومه وأحزانه كلن وراك، وإذا حطيت الرب وراك صار العالم وهمومه وأحزانه كله قدامك. الزوادة بتقلي وبتقلكن، بقدر ما منبعد عن الرب العالم بيكبر قدامنا وهمومه، وبقدر ما منقرب من الرب العالم وأحزانه بيصغر قدامنا. خلينا نمشي بطريق الرب، لأنه وحده هو النور والحق والحياة. والله معكن. مساء مبارك أصدقائي، حلقة جديدة من كاري سورير معكن اليوم. حلقات مميزة عم بتكون بخلال هالشهر العيد مولد يسوع المبارك، ينعاد عليكم ويخليلكم عيالكم، ويضل ربنا موجود ببيوتكم، وأهم شيء يسوع الصغير هلأ يخلق بقلوبنا. حلقة اليوم انتو بتعرفوا بالكونسبت الجديد كاري سورير، صارت كلها أشياء مثل أتولي أو أكاديمي، نعمل اشياء قدامكم لحتى انتم تتعلموها وتنفذوها بالبيت. اليوم فكرتنا كثير حلوه، وخلينا نستضيف لاول مره مدام هدى حداد. بونجور هدى. بونجور، كيفك؟ الحمد لله بخير. مبسوطه كثير انك معي. ميرسي. وانا بتشكرك لانه دغري بس حكيتك قلت لك تيلي لوميير، دغري هيك حسيتك محمسه وقلت لي اكيد بتكوني معنا، ورح نكون بكذا حلقه ان الله راد. هدى، تعرفنا عليك انت بهالاشياء اللي كثير اللي بتعرفي تعمليها، ومن اهمها يلي هو انا كثير حبيت هالفكره وحبيت انا اتعلمها وكمان المشاهدين بالبيت يتعلموها لحتى يبقوا يطبقوها بالبيت، وهي الحفر الفواكه او تزيين الفواكه. ما بعرف هي هيدي مزبوط شو بسموها؟ الكارفينج. هلا بدنا نشتغل فواكه باول حلقه. اوكي، قبل ما نبلش بالشغل، قديش هدى مهمه الست تعرف تعمل هالاشياء؟ يعني بتقولي انت من الضروريات السفره تكون مزينه، ولا في ناس يمكن بيقولوا لك خلص بنحطها جات الفواكه وبيمشي الحال؟ لا، كثير مهم الست تحط تاتش منها. نعم. بالاطباق اللي بتحضرها او حتى جات الفواكه كثير حلو تكون مزوزقته اذا بدك، اما مزينته بطريقه حاطه من نفسها فيه. نعم. يعني بتبين مهاراتها، بتشوف حالها قدام ضيوفها، وبتكون مبسوطه بالشيء اللي عم تعمله. بالاضافه انه الحفر او الشغل بالفواكه اما بالخضره هو انتي ستريس كثير لذيذ وحلو. نعم. بنصح المشاهدين يتبعوني وبعدهم بحلقه مهضومه ان شاء الله، وان شاء الله يحبوها ورح يشوفوا فعلا انه اللي عم بقوله بيطبق بكل سهوله. اكيد هدى، وبتحسي انه بحلقه هيدي النص ساعه اذا انت علمتيهم طريقه هينه فيهم دغري هن ينفذوها بالبيت؟ 100%، نقيت لهم هلا كاول حلقه اشياء كثير بسيطه وهينه. أوكي. ويقدروا هن يتعلموها ويطبقوها بكل سهوله. نعم، انت تحت الهواء كمان ذكرتي قلتي لي مش المهم انا اجي بين براعاتي شو بقدر اعمل على الهواء، بدي اعمل اشياء بسيطه لحتى العالم تقدر تتعلمها والست بالبيت تقدر تنفذ الافكار. 100%. نعم. رح نبلش. شو بدنا نبلش باول شيء؟ نلبس الكفوف اول شيء لنكون مرتاحين بالشغل. هدى، قديش مهم الادوات اللي بتستعمليها، ولا ما في هالادوات الكومبليكي يعني؟ هلا في حال قدرنا حصلنا على الادوات يلي بتسهل الشغل علينا بيكون. نعم. كثير منيح، بس في حال ما قدرنا نحصل، لانه بلبنان اللي بيحفروا على الخضره والفواكه مانن كثير كتار. أوكي. بالتالي ما بتلاقي بالمستهلك كثير قصص او هالانسترومون يلي بيستعملون بدول برا واللي بيحفروا فيهم على الفواكه والخضره. لهيك رح جرب انا اليوم بهالسكينه البسيطه الصغيره اعطي فكره للستات
كيف يقدروا يشتغلوا بالفواكه اللي موجوده قدامهم. يعني احسن تكون مثل السكينيه اللي انت حملتيها، مظبوط، يقدروا قبضه الايد تكون على قد الايد، والمحل الحاد بالسكين يكون مجاله قصير شوي. نعم. فمبدأ يعني هذا الشكل من السكين بتصور بيلاقوه بكل المحلات الأدوات المنزلية. وبهيدا فيك تعملي كل ال تقريبا صح. أكيد القصص اللي بدها تقطيع فينا نقطعها بالسكين العادي. القصص اللي بدها حفر فينا نحفرها بهيدا ونتحكم، لأنه بمسكته أهون من السكين اللي بيبقى مجاله الحاد تبعوله طويل. أوكي. لكن هلا أول شيء رح بلش أعمله، رح جرب قدام المشاهدين نقص الرمانة. هلا الرمانة بتصور ما بدها كتير شطارة. نعم. بس بدي أعطي فكرة للي بيحب كيف فينا نقدمها بجات الفواكه بطريقة هينة ويقدر الضيف يمسكها ويتناولها بكل سهولة. بس نمسك الرمانة منلاقي في مطارح شوي بوينتو. نعم. بشكلها ومطارح شوي فاتة لجوا. نعم. سو أنا رح قص بالمطرح اللي نافر لبرا إذا بديك، من دون ما أوصل لآخر شيء، كأني عم حزز الليمونة مثل ما نحن عادة بناكل الليمون البردقان. عم جرب المحل اللي شوي فايت لجوا اتركه، والشوي اللي نافر بقصه. نعم. بهالطريقه. هيك بيكون فتحه اسهل. لكن انا شلت اول كوتي من فوق وعملت فيها ريور. هلا رح احط السكين شوي بقلبها هيك وجرب اكبس بهالطريقه. وهيك كون حصلت أنا على هالبارتيات الصغار يلي بيقدر كل ضيف يشيل البورسيون قد ما هو بده وبتنحط بجات الفواكه. نعم. هذا بالنسبة للرمان. هلا بدنا نحكي هيك سوري أحسن من ما تنفرط وتنحط بصحن. فينا إذا بدنا نفرطها ونحطها بكاسة بقلب جات الفواكه. نعم. كمان هيدا بس بهالطريقة شكلها هندسي هيك ومهضوم. شكلها كتير وفكرة حلوة وهينة تتقطع. صح. يمكن كل الستات بيعرفوا ينزلوا البزر منه ويحطوه بكاسه، بس انا كان بدي فرجي انه بهالطريقه بيطلع شكلها كثير حلو. نعم. كمان هلا من بعد ما عملنا الرمانه فينا ننقل للبردقاني. البردقاني كمان لها طريقه سيمتريك انه نقصها وتطلع كثير مهضومه. من البردقاني عندنا هذا الكوتي يلي هو ميله فوق ميله الورقه والميله التحتانيه. نعم. انا بتبلش اشتغل من الميله التحتانيه لتبقى عندي الميله اللي اكثر سماكه. نعم. لتحت وببلش حزيز بذات الطريقة. ببلش بالنقطة البوينتو بالأول وبنزل من دون ما أوصل على الآخر. بدي خلي سيركل إذا بدك بكعب الليمون. مسكر. صح. ما بنوصل على الآخر. وببلش أعمل حزوز نوعا ما صغيرة. بهذا الشكل. يعني حوالي 2 سنتيمتر كل وحدة. ودايما بنطلق من رأس الليمونة وبوصل مثل ما قلنا قبل ما أوصل للآخر وبوقف. وبرجع بكفي. نحن عادة لما بناكل بالايام العادية الليمونة ببيتنا. نعم. منشيل السيركل من فوق والسيركل من تحت ومنحززها بهالطريقة ومن قشرها. أنا اليوم رح قشرها بس بطريقة حطها بقلب جات الفواكه وتكون شكلها مهضوم. من بعد ما حززتها كلها ببلش شيل من هالأقسام اللي أنا أوريدي حززتها. قشرتها بهالطريقة كلها كلهم مثل بعض لأوصل لأنه قشرها كلها. أكيد نحن لما يكون عنا ضيوف ونقدم الليمون البردقان أما البصرة هيك اللي بيبقى كبير وإله مثل جروب بكعبه من الليمون، ما حدا من ضيوفنا رح يكون حابب يقشر الليمونة هيك ورح ينقي الأشياء الأهين. نعم. هلا أنا قشرتها مثل ما شفت بهالطريقة، رح أرجع كل وحدة فوتها لجوا. قديش حلو، قديش في فن يعني هيدي الشغلة. هدى بدي أسألك، هالأشياء في معاهد، في أكاديمية بالكفاءات مثلا؟ ما بعرف إنه وين بيعطوا دروس. هلا ما عندي فكرة إذا بالكفاءات فيه. أنا شخصيا تعلمت، بس بعرف أنت عم تعطي. صح. نعم. أنا عم بعلم بمؤسسة ألبير نصار الخيرية. دورة شبه مجانية. نعم. وبيجوا هالستات كثير عم يحبوا يتعلموا. نعم. وهيدي كثير حلوة طلعت ليمونتنا بهالطريقة. نعم. ومنحطها عنا بجات الفواكه.
أكيد بالإضافة لقسم تاني من الفواكه فينا نخليه على شكله المعهود. نعم. وفينا نتفنن بشكله. من بعد ما عملنا البردقاني رح نعمل الكليمانتين إذا فينا نسميها. الكليمانتين كمان إلى طريقة، رح نعمل دائرة من دون ما شيلها للدائرة، رح خلي قسم منها معلق بقلب البردقاني يعني بهالشكل. أوكي، ما رح شيلها كلها، وببلش من آخر مطرح وصلت له كمان أعمل هالزياح هيدا مثل ما عملنا بالليمونة. مثل ما عملنا تقريبا الليمونة، هالحزوز هيدا، وآخر زيح بده يكون أكيد على آخر الدائرة اللي عملتها، وكمان بلش شيل بهالشكل. بهالشكل ومنحطها بجات الفواكه. هيك ضيفنا رح ياخذ الليمونه وتكون مقشره خالص، بتكون اوريدي حاضره وما رح تنشف كتير لانه اللب تبعها بعده حواليها. اكيد عندنا موديلات ثانيه نقدر نعملها بالكريمانتين أم الافندي، واللي هي عم ببرم بالسكين بطريقه نص دائريه. اوكي، ان شاء الله تكون الكاميرا قادره تاخذني مزبوط. ايه تاخذ، عم تاخذ كل شيء. عم برسم لين منه اوبليك بس بطريقه شوي كاني عم ببرم. اذا بدي كاني عم بعمل بيتال مارغريت. اوكي، هيدي فكره ثانيه نقدر نقدم فيها الكليمانتين اما الافندي. اكيد بدي انتبه لما اجي لخلص يكونوا تقريبا يشبهوا بعضهم. نعم، المطرح يلي عم فرغ فيه. كمان بدي بلش قشر. مهضومه هي. فينا نحطها بهالطريقه. حلو. اوكي، رح كمان اعمل بعد موديل، وكتير حلو نخلي الوراق البرانيه بيعطوا فيردور هيك بقلب. نعم، اكيد جات الفواكه. هلا تقريبا كمان نفس الشيء رح قص، بس رح اجرب يكون بوينتو اكثر. اوكي، هيدي الطريقه اللي هلا عم اقطع فيها رح ترفقنا تقريبا بكثير من انواع ان كان خضره ام فواكه. هيدي الطريقه اللي عم اقطع فيها طريقة. اوبليك اذا بدك او 7-8 7-8. هيدي الطريقه كثير بتعطينا موديلات عدة أنواع من الخضرة والفواكه. أصدقائي بتحبوا تتواصلوا مع هدى، فوتوا على عندها على الإنستا أو على الفيسبوك هدى's Kitchen، بحال بدكم تستوضحوا عن المحل ما بتعطي هي كورات تعليم أو تتصلوا فيها، هي حاضرة تساعدكم بهالشي. كمان إذا بيحبوا يزوروا صفحتي هدى's Kitchen، عندي ألبوم خاص بالحفر على الخضرة والفواكه بالإضافة للأشياء التانية يلي بعملها. بسم الله، مواهبك كبيرة يعني. مستيل. كلها بالأشياء التحضيرية، الأكل كمان بهالطريقة فينا، وبهالطريقة كمان فينا، يعني فينا نقدمها هيك. مثل ما عملنا بهيديك. نعم. فينا نقدمها هيك وفينا نقدمها بهالطريقة. أوكي، كثير مهضومة. حتى إذا كان عم بتقدمي بصحن صغير يعني لشخص، إذا عندك شخص وعم بتقدمي له بصحن صغير حلو كمان ينعمل بهالطريقة. صح. أوكي، هلأ رح ننقل على الموز. كلنا منتخيل إنه الموز كيف رح نشتغل فيها بجات الفواكه، وإنه الموز بيسود ما رح نقعد نغطسه بالحامض وكذا ليحافظ على لونه لانه بتغير طعمته كمان. سكر رح نقدمه هلا بطريقه من دون ما نقشره. اوكي، رح نعطيه شكل ونحطه بجات الفواكه، وهالطريقه هي كثير مهم الموز نقصها ونخلي العنق تبعوله. رح قص بالنص بهالطريقه. اوكي، بالنص مش هيك، بالعرض. اوكي، صار عندي هيدا الشيء اللي هون هيك. ورح جيب كبش القرنفل، كبش القرنفل، واعمل له بشكل عين
للموزه. قديش حلو للاولاد نعمل لهم هيك اشياء، يعني بصيروا كثير. حتى فينا نحط لها شيء بيتمها لل سمكه، اما للحوت بتبين عم تاكل شيء. اوكي، فينا نحطها هيك بيجات الفواكه، وفينا كمان نقص منها بهالطريقه ونحطها بيجات الفواكه توقف يعني. صح، كثير جالسه. رح ارجع عيد وحده ثانيه، وهول سريعين وما بياخذوا كثير وقت. نعم. بتصور هيدي اهين من الهينه. هي كثير هينه، كثير هينه. هينه وحلوه. صح، هالضفال حلو. فوالا. وحدة ثالثة، لأنه دائما بس حتى نبلش بتزيين جات الفواكه كثير حلو نعتمد الرقم المفرد مش المجوز، دائما الرقم المفرد بيعطي أجمل. نعم، كعدد قطع. كعدد، لأن دائما المجوز بيعطيك مثل كأنه مثل صف، كأنه مصفوفين صف وبس، بينما النمر يلي بيبقى أمبير بيبقى أهضم. مهضومة، فينا نحط له شيء بتمه كمان؟ نحط له. يلا. طلعت كثير مهضوم لانه حتى نجرب نحط له من هيدي. هيك حمرا بتعطي اكثر. مهضوم. وهيدا كمان بدنا نحط له بتمه. فوالا. كثير مهضومين الافكار. هينه وحلوه، وفيكم انتم تطبقوها يعني بالبيت. صح. بطريقه كثير حلوه. مظبوط. هدا كمان هلا بدنا نوعدهم للمشاهدين، بدنا نعمل كمان تقطيع خضره. ان الله راضي. ان الله راضي. حلقات جايه. صح. هلا بدنا ننتقل للمانجو. في كثير ستات اكيد بيعرفوا كيف يقدموا المانجو على سفرون. بس كمان اصعب شيء المانجو، يعني انا بتخيلها. بس كمان في كثير يمكن يستفيدوا مني اليوم اني انا عم بعطيهم فكره. أكيد. وفي منهم مثلا يعني في بيعرفوا في ما بيعرفوا. للي ما بيعرفوا رح نقول لهم كيف، واللي بيعرفوا رح نذكرهم. قصينا لي دو بورسيون من المانجو. نعم. وبدنا نبلش نعمل زياح بهالشكل، يعني كانه نحسب حساب انه بدنا نقطع ديكارو. فوالا، من بعد ما قطعناها هديكارو نبرمها بهذا الشكل. تقبع بتصير اهين. ايوه، وبنحطها بجاتنا اللي اوريدي بدنا نقدم فيه. هي المانجو لانه صعب تحطيها لضيف هيك مثل ما هي، يعني بكون قطعه وتقشيره منه هين. هلا في حال بدنا نقدمها بصحن، فينا بالسكينه بكل سهوله نقيم البورسيونات وننزلهم. نعم. بالصحن. بس هيك شكلها بيكون كمان حلو. رح اعيد اكيد واعمل الثانيه. فينا كمان نعتمد اوبليك. الاوبليك مش اوبليك. صح، مش بس كاري. فوالا. هذا بالنسبه للمانجو. هلا اكيد كمان بدنا ننتقل لنوع ثاني. شو بتحبي نعمل هلا؟ الكيوي؟ يلا ورا بعضهم. يلا الكيوي. الكيوي كمان قلنا قبل شوي انه رح نعتمد دائما هيدي السبعه ثمانيه. سبعه ثمانيه. سو هلا رح اعمل هالسبعه ثمانيه. مره سبعه مره ثمانيه. وشوي سكيتي بدها تكون نوعا ما واصله على قلب الكيوي، ما فينا نشتغل على الوجه وبس، بدنا نفوت السكين ونحس انه فاتت على قلبها الكيوي من جوا، لوقت اللي بدنا نخلص تكون جاهزه، ما تكون معلقه معنا ولا بمحل. فوالا. هيدي لانه شوي فجه
عذبتنا نتفه ما طلعت دغري. هلا انا جبت لكم وحده مستويه ووحده فجه. هيدي الفجه سوري بهالشكل فينا نحطها. كثير حلوه. اوكي بالنسبه للمستويه كمان زيت الشي. هلا لاحظوا كيف رح تفتح معي اسرع. بس في موديل تاني فينا نستعمله من بعد ما نعمل هالسبعه والثمانيه ونفتحهم عن بعض. هلا رح اعمله قدامكم رح تحبوه كثير. كثير حلو هدا يعطيك العافيه. ميرسي كله ذوق وفن. ميرسي وهينه يعني نطبقها بالبيت. هلا انا رايحه على البيت وبدي اطبقها. هدا معنا خمس دقائق اذا فينا نشهي شوي لنلحق نعطيهم كل شيء. لكن هيدي من بعد ما قشرناها رح نجرب نقيم القشره بهالطريقه. اوكي مشان هيك عم تقولي لازم تكون مستويه حتى تنقدر تفتح معنا. بهذا الشكل كثير حلو. وردة بتتاكل يعني. ايوه اكيد نحن لضيق الوقت عم نعجل. وقت بيكون معنا وقت مرتاحين على وقتنا اكثر بنقدر نشتغلها بتأني اكثر. اوكي بعد عندنا التفاحه. تفاحه لنعمل التفاحه اهم شيء جلس لها كعبه من تحت تتقدر تهدى معي هيك. راح احملها واعمل سيركل على علو شي سنتي ونص من دون ما اوصل على قلب التفاحه. عم دور 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 بطريقه يضل قلب التفاحه علقان. ما بدي اشيله لهالسيركل اللي انا اوريدي عم قصه. اوكي قصيته وبعدها علقانه. بدي اخذ ثلاثه كوتيه وقصهم من التفاحه. هيدا اول كوتيه يعني اذا فينا نعتبر الثلث. هيدا اول ثلث وبشيله. وهيدا ثاني ثلث بشيله وهذا الثالث. اوكي هلا شو بدي اعمل؟ القسم اللي شلته بدي اقطع ريور بالتفاح بهالطريقه. قطعهم حزوز حزوز قد ايه في رقق بيكون كثير منيح. وهدى قديش هالاشياء اللي عم تعمليها حلوه كمان على جاتو يعني تزيين جاتو كمان. صح. فينا نستعمل هال مظبوط هالتكنيك. فوالا هيدا اول قسم. الثاني اكيد كمان مثله. أصدقائي بين ما هدى تخلص التفاحة بين إيديها قبل ما يخلص وقتي مع تعودتوا أنتوا بشهر العيد بيكر إسورير عم ينطرح سؤال بالحلقة جوابه عم بيكون على الفيسبوك على صفحة ليفريب دو جوسلين. السؤال هو اليوم مرة عطيتكم بما أنه اليوم هيك عن الأكل عم نحكي عطيتكم أنا نصيحة أو هيك مثل تيبس أو أستيوس كيف فينا نحن نعمل الكوكينج اويل بالبيت. يعني بدل ما نشتري القنينة الزيت الرش ان كان عزبدة او زيت كيف نحن بالبيت فينا نعمل قنينة كوكينج اويل باي طريقة. هيدي استيس عطيتكم اياها هيك تشوف اذا عم بتأيدوا كل شيء وانتم تلاميذ شاطرين. لكن هذا هو سؤالي لليوم والجواب بلتقى فيه انا وياكم على صفحة ليفريب دو جوسلين. لكن مثل ما لاحظتي هيدي التفاحة عملناها كثير حلوة هدى بهيدا الشكل. كمان فينا نحطها بجات الفيكة تبعولنا كثير مهضومة أو مثل ما قلنا مثلا ديكوراسيون ما بعرف يمكن قالب جاتو أو تارت مثلا. تارت كثير حلو. فوالا هيدي تفاحتنا. سلم هالديات. بتحبي نعمل شيء ثاني بعد؟ إذا بعد معنا وقت؟ في شيء قد إيه بعد معنا وقت؟
خلص وقتنا. خلص وقتنا. هدى ميرسي، يعني منيح انه بهالنص ساعه لحقنا عملنا كل شيء. اكيد اصدقائي افكار وافكار بعد رح تشوفوها مع هدى، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الافكار. هدى انا بتشكريك على هالشيء الكثير حلو يلي علمتينا اياه، لانه بكل شيء فينا نستعمله، مثل ما قلتي بالترتيت بالتزيين الجاتويات بجود الفواكه، يعني افكار متعدده. بنشوفك بحلقات جديده نهارات هدى. ميرسي لك. وهيك اصدقائي تكون خلصت حلقتنا لليوم، حلقتنا المميزه، وانطرونا بحلقات جديده. باي.